يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه اللي معادك هنا لغايه دلوقتي؟ اعمل ايه بس يا ابني؟ اعمل ايه؟ سيبين اختك يا دوب لما اختك وعيالها في حضن حسنات، وقلت الجلوس فرشناها لولاد عمك بسوقي وشعبان وعمر، والأولى التالتة فرشناها لك هنستنياك. أعمل إيه؟ أنا قلت بقى أخدها من الأصيل وأدعي هنا. حول ولا قوة إلا بالله، ده اسمه كلام ده يابا؟ ده اسمه كلام؟ أنت بتقول أختي ومين؟ ولاد عمك. وإيه اللي لم الشرق على ولاد العم؟ يا ابني ما أختك زعلانة مع جوزها، وولاد عمك بيتهم هيخلوه، وانت بقى اللي هتقول لي دلوقتي انت ليه سبت بيتك وبعت هدومك على عندي. انا مش طايق خليت حد فيهم. يا سلام يا سلام، اسعدني. واخرتها حق فواز زي اولها تكون ايه يعني؟ اطلع انت رايح فوق يا حاج وانا هشوف اوتيل ابات فيه وابقى اشوف شقه كده اجهزها بعدين. يا ابني الكلام الفارغ اللي بتقوله ده، اوتيل ايه وشقه ايه؟ احنا من امتى بنحسبها كده يا فواز يا ابني؟ يا حاج دول خرجوا عن طوعي. ولو على اخر الزمن يا فواز هنعمل زي الناس الهمج ولا اللي جري في ايديهم القرش وبطروا على نعمه ربنا؟ الله، معقول يا فواز؟ معقول هتسيب قرطه نسوان وشويه عيال صغيرين في البيت لوحدهم؟ هي دي الاصول يا فواز؟ يا حاج انا لو شفت واحده منهم الليله دي هروح فيها في حديد. طب ايه معلش، قوم اطلع ريح والصباح رباح. تطلع فين انت؟ مش بتقول مفيش خرم ابره؟ يا ابني البيت كبير ويستعمل حبايب كتير، بس ربنا يستر محدش يخبط علينا تاني. يا حبيبي ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا حاج. وهي حياتي اللي جابها عندنا؟ انا عارف يا ابني، بتقول انها اتخانقت مع جوزها. هي الليله كانت باينه من اولها. انا بصراحه كانت نيتي بالسليم. ايه عاوزاني انت كمان؟ ما هو ما ينفعش افضل قاعده كده وقبل حياه مش موجود. الناس تقول عليا ايه؟ طب ما تعمل اللي انت عاوزاه، احنا مش ناقص وجع دماغ. انا اخش اغير والم الهدمتين بتوعي ودور لي على اي حته تداويني، وانا ونصيبي بقى. مش عايزه اعمل لك حاجه قبل ما امشي. لا مش عارف. على العموم انا مجهزه لك كل حاجه على التسخين عشان يعني كده ما تلص وانت لوحدك، ولو جعت سخن لروحك وانا مفصصالك. خير يا استاذ علي؟ في ايه؟ انا بغير هدومي، ما يصحش كده. تقدري تلبسي هدومك دلوقتي، الوقت متأخر، ممكن تبقي تمشي الصبح. أيوة بس يعني ما بسش ولا حاجة، ممكن تبعيتي هنا في الأوضة وتقفلي على نفسك بالمفتاح. الصباح رباح وله عينين، تقدري تبقي تمشي الصبح. وانا شايفه ان اكرم لنا اننا نعمل مشروعات تشتغل فيها المراه مقابل اجر، خصوصا في القرى والنبوع البعيده. ايوه يا جميله، ده كلام جميل جدا، بس الحاجات دي عايزه تمويل، عايزه راس مال. ايوه، ما هو من اشتراكات السنويه وتبرعات اعضاء الجمعيه. ما تردي يا جميله. لا لا مش مهم خالص. وحتى لو بدانا بشكل بسيط، الربح اللي هيجي من المشروعات دي هو اللي هيعمل لنا راس مال محترم، وبكده نقدر نستغنى عن اي تمويل خارجي ممكن يثير حوالينا الشبهات. والله يا كمال ده كلام جميل جدا، بس ردي على تليفونك بقى لاني مش ساكت. طيب سوري، انا اسفه جدا، معلش انا مضطره ارد. ثانيه بقى. مفيش مشكله، اتفضلي ردي. طبعا يا اساتذه، الكلام اللي قالته الاستاذه كاميليا كلام جميل جدا جدا، فبعد ما تخلص تليفونها هنستأنف الاجتماع بتاعنا ونشوف ونبحث ايه المصادر التمويل بتاعه المشاريع دي. موافقين؟ موافقين، مفيش مشكله خالص. ها اوكي.
يا بنتي ارحميني بقى، حرام عليكي. زن 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 في ايه؟ ما انت عارفه اني عندي اجتماع مجلس اداره. ايه بقى الحاجه المهمه قوي اللي ما تستناش لما اخلص؟ ها قوليلي. طب يا ستي خلاص هجيلك. ماشي هجيلك. يخرب بيت زنك ده، انت فظيعه. باي. بتكلمي مين؟ بتكلمي مين يا كاميليا؟ عارفه احلى حاجه فيكي يا ندى يا حبيبتي؟ انك مش فضوليه خالص ودايما في حالك. متربيه على كده. اعمل ايه؟ مين بقى؟ هيكون مين يعني؟ المتخلفه نور اختي، عندها ماتش النهارده ووجع دماغي عشان اروح اتفرج. اه ده انا قلت ربنا فرجها عليكي. يا شيخه ليه؟ بقول لك ايه؟ اعملي حسابك تيجي معايا. اكيد يا باشا. بقول لك ايه؟ ايه عايزه ايه؟ هو احنا مش هنشترك في معرض المشغولات بتاع بيروت؟ منين؟ فين الفلوس قولي لي؟ ده انا صوتي اتنبح جوه في الاجتماعات وانا عماله اقول لهم احنا محتاجين راس مال. ازاي بقى؟ ما لسه داخلنا مبلغ كويس جدا من الراجل اللي انت مسحتي بكرامته الارض. راجل مين؟ فواز الصياد. لا ده خلاص سحب نفسه مديله وقطع الشيك. لا ما كتب واحد غيره وحطه في حساب الجمعيه. انت بتكلمي جد؟ انا واخده منه الشيك بنفسي وحطاه في حسابنا. كاميليا. ها؟ رحتي فين يا بنتي؟ بقولك ايه؟ استنيني الساعة 5 عند النادي ماشي؟ وادخلي نايمي الناس اللي جوه الاجتماع دول. احنا مش هنروح مع بعض. باي. مالها دي؟ اهلا 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 يا وادد، اتفضلوا. شو رايكم؟ شو راينا ايه بقى؟ لا 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 لا، ده حاجة في التلاتين اقبها خالص. لا ده شعبان كمان، المكان واسع قوي. يعني حاجة حلوة بصراحة. ولسه ضارب عيني على محل أكبر من محلات الصياد وبنفس المنطقة، حننتج نفس البضاعة بس بذوق وشياكي. وبدي همتكم معي. ها باشا، بس أنا عايز أقول لسعادتك حاجة، ما المحلات على قفا من يشيل، بس الناس بتروح على السمعة واسم الصياد زي الجنيه الدهب. برافو عليك يا شعبولة، هيدا هو اللي كنت عم فكر فيه. اه بس متأخذنيش يعني يا باشا، الأوادم بدهم يعرفوا ايه اللي في دماغك بكل ذوق وشياكي. فطر. ويلكم ماي فريند، ويلكم. يا اهلا يا اهلا ومرحبا. يا اهلا بصديقي، صديقي فروم تشاينا. اه طبعا طبعا يا ريس. وعلي اخفى القمر. مين يا صاحبي اللي مش شاينا ده؟ انا اعرف مين شاينا دي اساسا. بعدين ده شبه وجهك. يخرب بيتك، اسكت لحد ما تشان ده يطوقنا احنا الاثنين. المساطر جاهزه؟ قبل قبل. الله ده بيتكلم عربي. يخرب بيتك. ضلف. شو رايكم؟ ما بتفرق عن شغل الصياد. حلو قوي، بس ايه الفايده يعني؟ هقول لك شو الفايده. لو فهمتوا اللي في دماغي هتعرفوا. انا حستورد هالبضاعة بربع الثمن وحبيعها بنص الثمن، يعني المكسب حيكون 100%. ويا خراب بيتك يا صياد. ايوه باشا، ما الناس هتروح لمحلات الصياد عادي يعني. اكيد، بس لو عنا الاستنباط والموديلات والباترونات بتاعت الصياد وانتجنا منها وبعناها وغرقنا السوق بنص الثمن، حنسيطر على كل شيء. تفكر فواز الصياد هيسكت؟ شو راح يعمل يعني؟ شو راح يعمل ايه؟ ما انت بتسرق اسمه. عندك حق، بس احنا حنكتب بخط صغير اولاد قبل اسم الصياد، فاهم؟ وهيك بضاعتنا بتنزل على السوق مثل بضاعة الصياد، لكن المهم الباترون اللي هو منجم الذهب. خذنيش يعني يا باشا، يعني انا بس عايز اعرف كلمة برتون دي يعني ايه؟ انتوا هون بتقولوا لها اسطمبه، واحنا ببيروت بنسميها مدير طب الاصل وهي سر الصنعه. وهيدي لو حصلنا عليها مع الموديلات الجديده حنكسب ونكتب عليها ميد ان تشاينا. ايوه باشا، انت جبت الحاجات دي كلها منين بقى؟ سرقها طبعا، اللي تبوظ المكن. مش كده يا اخ سليم؟ احنا غالبا يا حاج هنبدأ بكمية قليلة. اللي بيبتدي صغير بيفضل صغير يا سيمروان، واسم الصياد اسم كبير، ما ينفعش ابدا نبتدي صغير. مو هيك يا حاج؟ مو هيك. انا بدي اعس واجس نبض السوق عنا قبل ما انزل بكمية كبيرة. يا مروان، البضاعة
هي اللي بتجس السوق مش العكس. ولو البضاعة كويسة بتفرض نفسها على السوق. ما بفهم كيف راسك بتفكر يا حاج. ما هو انت يا حبيبي اذا فهمت كيف راسي بتفكر ما بكون انا فواز الصياد. ايه رايك في اللبناني بتاعي؟ بس انا نفسي افهم عشان اعرف اشتغل. عايز تفهم بجد ولا موحى والسلام؟ طب اعمل فيها معروف وفهمني واكسب فيها ثواب. ماشي. احنا لو رمينا حبة بضاعة في شوية محلات محدش هيحس بيها ويمكن كمان يتريقوا عليها. ليه؟ لأنها هتبقى قلة وسط بضاعة كتير عكسها. إنما لو فجأة المحلات اتبدرت بالبضاعة بتاعتي ويا سلام بقى لو المحلات الكبيرة في الأماكن المهمة مع شوية دعاية وإعلانات ودي لعبتك هتبقى حدث. الناس كلها هتتكلم على البضاعة دي يقول لك هو في إيه؟ وأسهل بيع بيع البضاعة اللي الناس بتتكلم عنها. صح ولا أنا غلطان؟ صح. بس أنا بعرف السوق عنا منيح. وأنا بعرف بضاعتي منيحين. لا تأخذني يا حاج. أنت قلبك ميت. بس عقلي صاحي.